انا عايز الناس اللي تسمعنا في البودكاست النهارده I want them to have عايزهم يؤمنوا ان it's never too late لاي حاجه. انا واحد عندي 47 سنه, انا اتشهرت وعندي 37 سنه, اتاخر بعد 19 سنه طب, وبعد الشهره ديت طلعت ونزلت وري انفيتد مسيلف تاني. الناس دايما are always worried ان هم يطلعوا بره الكونفورت زون. انا واحد اتربيت تربيه ان انا ابقى جوه الكونفورت زون, اتربيت تربيه تقليديه جدا يعني طبقه متوسطه في مصر, very traditional, كل حاجه ماشيه as expected. ف if you want to put maybe like a title, عنوان اللي احنا بنتكلم عليه اللي هي it's about defying expectations, انا اعتقد انت you have كمان انت to defy expectations اللي انت بتعملها لنفسك, and that's what keeps you alive. You are your own worst critic. بالظبط. فانت انت يعني it's always good انت تطلع من الكومفورت زون كل شويه, makes you feel alive, makes you feel excited. انا بظرف 7 سنين طلعت كتير من عدة comfort zone, كذا مرة وطلعت كذا بس it doesn't have to be that extreme. بس انا متهيألي انت you always have to give yourself الفرصة ان انت تكسر الباريز اللي حواليك. والforgiveness كمان لحالك اذا بتفشل, you have to forgive yourself a lot. لانه في عالم I read this quote but it's من كوتش كارتر, you're afraid of your greatness, خايفين من greatness تبعتك, مش خايفين من شيء تاني. يعني العالم بتخاف تشوف شو فيها توصل, لانه بيصير عندها مسؤوليه على حالها وما بدها تتقدم بقى, you know. So بتقول لحالك لا ما بدي اتقدم, وشو كمان اذا عم بتعمر حيط بس تشيل one brick او بتوقع على البريك بتتكسر, بيصير بدك تكسر انت كل الحيط, لانه بتقول خلص بيصير في عندك confirmation bias انه I wasn't worth it من الاول, ما كان فيني اوصل. عشان كده بقول لك you always own to yourself. احنا بقينا ناس كتير دلوقتي حاليا خصوصا في السوشيال ميديا بنحسب انه ايه الناس هتقول علينا ايه كلام من ده وبتاع. انا I made a resolution في 2021, انا قلت انا مش هفضل اضايق نفسي بالناس فاكره ايه. حتى دلوقتي الناس بتخش بمسبات وكلام ده ما بيجوش. انت بالك ازاي I owe to myself to feel happy, I owe to myself to feel comfortable, I owe to myself to feel content. دي اهم حاجه, لان دي في الاخر انت ونفسك. كل الملايين وكل الناس اللي حواليك دول ما يسووش, انت في الاخر بتروح للسرير لوحدك في البيت. صح. انت it's always you. فانت you have the you bear the ultimate responsibility towards yourself. يعني لما يكون عندك عائله ولما يكون عندك اولاد بتزيح هذه responsibility صعبا, ما هيك؟ لا بالعكس, بس if you're happy about yourself you can serve others better. أيه. متى برضو انت عشان تبقى انت كويس تبقى انت فانكشنال, انت بتعمل الكلام دوت عشان عيلتك. خدت بالك ازاي؟ ما هم عيلتك انت, ما دول جزء مني, دول الاكستنشن بتوعي. صح. فاهم ازاي؟ لان كمان اتس نوت فير ان انت تبقى انت سبجكت للي بيحصل دهوت وهم اللي يتعذبوا. لان انت لما بتتعذب هم بيتعذبوا.